السلام عليكم. سلام لالا فاتحة حبيبه، مرحبا بك ربي يخليك، مرحبا بك خديجه. انا جايه وجايبه معايا الوريدات ديالي. هما مرحبا بكم في المعرض اللي تقام بمجمع السكني ديال الفردوس. مرحبا والف مرحبا. وحنا كنشكروا هاد الناس اللي ساهموا لينا في باش حطوا لينا هاد المعرض، ويساهم في الرواج والناس كلها تستافد. الناس هاو تشوفوا معويناتها، وكاين الناس برانيين داخل المجمع السكني والحاجه هما الناس جايين يديروا. مرحبا والف مرحبا اللي كتشرف عليه الغرفه ديال الصناعه التقليديه. الله يخليك ومرحبا. وشوفوا الله يخليكم، هذا الفيديو راه غيدوز عند خديجه والبنات، عافاكم بارطاجيو وديروا ليها جيم. ابوني الله يحفظكم، الله يسر جميعكم. الله اهلا وسهلا يا طويقه لاله. يلا مرحبا بكم معنا. يلا زيدي ديالنا اللي ناضلو وديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه اللي ناضلو وجابوا لنا هذا المعرض، وكنشكروه بزاف بزاف. وكنشكروا السلطه المحليه، وكنشكروا السيده العامله اللي شرفت وجات وقامت بافتتاح هذا المعرض، والناس المسؤولين على الجماعه انهم من الغين حتى المقدم السلطه. كنشكرهم بزاف كلشي، الناس كنشكروهم، الشيوخ المقدميه، الناس دولنا كاملين كنشكروهم على التنظيم وعلى اللي سهروا على الاناره ديال هذا الشيء، على الناس اللي لقاو لنا هذا الشيء اللي نظموا هذا الشيء. انا كنشكرهم بزاف 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 بزاف. ويعيش الملك وعاش سيدنا، عاش سيدنا والله يخليه لينا. سيدنا هو اللي ساهم لينا وكنحسوا لينا هذه التعاونيات بالفضل ديال سيدنا وبالفضل ديال هذه التعاونيات. ديال الحمايه والامن والامان. ياه والتعاونيات والجمعيات وكل شيء راه نساهم في هذا المعرض. واجا سيدنا مرحبا مرحبا بكم. تفضل اجيو معنا. هذا المعرض راه كي فيه صناعه تقليديه مغربيه، جميع ما يكون صناعه تقليديه من جلالب، من حوايج، من بلاغي، من زليج، من اي حاجه تقليديه تلقاوها في هذا المعرض. كيكون في شارع ام الربيع حي المطار اقامات الفردوس. اللي بغى يجي مرحبا بكم، الف مرحبا. راه منظم زوين ومنظمين ومسؤولين، وداك الشيء زعما غادي يعجبكم. ومرحبا بكم. هاد الولد ها هو تيبيع هاد كل شيء من برشيد، من مدينه برشيد، في الغرفه ديال الصناعه التقليديه. اييه شوفوا هانتو الناس، هانتو الناس كاع اللي تسجلوا راه ما داينش حقهم. سير تسجلوا في الغرفه، كلشي كيعطيهم الارواح، كلشي كيعطيهم، كلشي فابور. هانتو من الصبيبطات داكشي ديال الصناعه التقليديه. هذا جاي مسكين من برشيد، كلشي فابور، ما كارير ما والو. والله شوفوا تحيه المجموعة، وتحية للمسؤولين، ويعيش سيدنا وملكنا الله يخليه لينا والله يحفظه. وعاش الملك. شوف شوف هاي الراية المغربية. اللي بغى يجي مرحبا، اللي بغى يجي يتقدى راه بثمن مناسب. ثمن مناسب دايرين. البليغات ها هما يا ها شوي ثلاثة سنين ثلاثة شي صيفي هذا الشيء كلشي راه حطوا طريقهم. هذو راه كنعرفوا راه عندهم الأرويقة، عندهم المحلات برشيد، هاد الناس كنعرفهم. مرحبا بك قناة خديجة أم البنات. ويوتيوب أبوني. مرحبا بكم عندنا. السلام عليكم. ديرة بهيجة صحة الحنة لالا بهيجة، سمية عزيزة سمية اختي. مرحبا أنت منين عندنا؟ أنا من مدينة الدار البيضاء. عندك هاد القفيطنات هاد الشيء تقليدي، هضري على السلعه ديالي. انا يصنع ديالي ديال خدمتي انا خمسة باليد، كاين الماكينه وكاين اليد، كنحصل وكنخير. هاد الشيء اللي دابا خاتمه بيدك حنا نشوت. هاد الشيء شوف هانتوما كيشطات القفيطنات داكشي تبارك الله ما شاء الله كيشتي مستوى اثمنه مناسب. اثمنه مناسب. شحال هاد القفطه؟ هاد القفطه نديرها ليك الثمن مناسب. الناس اخر ثمن شحال غندوزي؟ غندوزو 400 درهم. لا لا صافي شويه غنصوب 300 درهم. 300 ايوا اخوات كاينين في القفطه
فاطمة تهانتي ها هما 300 درهم ها هما فاطمة يلاه هي دارت لكم بروموسيون احنا درنا لكم بروموسيون عرفتوا فتيحة راه غنية على التعريف اللي بغى يدير رحلة راه كدير رحلات لجميع المدن في المغرب مرحبا بكم راه كنلوح التليفون ديالها راه كنلوحوا اللي بغا تمشي والجمعة احنا غادي نمول عبد الله ان شاء الله غني مغار ومرحبا بكم الله ييسر لك الله يعطيك ان شاء الله وهاد كاع هاد التجارة وهاد الصناعة وهاد الشيء كلشي الله يعطيكم ان شاء الله اللي كتب لكم سيدي ربي يرزقكم راه كلشي ان شاء الله ما يسالي المعرض كلشي غتبيعوا مرحبا بكم معنا مرحبا بنا عندك مرحبا بنا عندك بالرايدات ديالي المشاهدين ديالي ديال خديجة أم البنات مرحبا بك في قناتي مرحبا بنا عندك وغادا تهضري لينا على هاد هاد تبارك الله هاد الديكورات اللي عندك ها منتوجات اللي عندك تهضري لنا عليهم مرحبا بك عندي زكي دايره اختي لاباس الحمد لله كيفاش مرحبا بكم عندنا بخير هاد السيده حتى هي صانعه تقليديه كتبيع دير هاد التويشيات كتبيع هادو ديكورات ديال الخشب ديكورات الخشب دوك تصاوبهم انايا صايبهم تيا تبارك الله عليك منين مدينه مدينه الدار البيضاء مرحبا بنا عندك ومرحبا بك عندنا حتى انا راه في الدار البيضاء راني عجبتكم هذا مرحبا ربي يخليك ربي يخليك مرحبا بك على ترجع ام البنات تبارك الله ما شاء الله ها انتم العود وهذا راه ديال الشجر داك اللي كي اي صنوبر اي ديكورات داكشي كتصنع انت تبارك الله عليك اييه وجيو للمعرض ديال حي المطار الفردوس مرحبا بكم مرحبا بكم وثمن مناسب بحال هذه بشحال تتبيعيها؟ هذه ثمن مناسب جدا شوفوا شي ثمن مناسب ثمن مناسب وشكرا الله يسهل لك مرحبا بكم في قناة الرجاء والبنات هاد السيدة كتباع الرايدات ديالي المشاهدين راه كلهم جايين عندكم مرحبا اي قدمي لهم المنتوجات ديالك قدمي لهم المنتوجات ديالك بركوكش بلدي بالقمح الكامل كاين الخماسي حتى هو الله على البركوكش كاين الكسكسو ديال القمح الكامل كاين كسكسو الشعير كاين هذه ثلاثيه حسو منوعه فيها الشعير فيها الذره فيها القمح فيها جلجلان نافع سانوج وزريعه الكتان كاينه الذره تبارك الله بيتاز وهذا كاين البلبوله العاديه كاين القمح البلدي هربل تبارك الله عليك هربل كاينين هاد الحبوب هادو كاين هذا سميتو الى المطحون كاين بندق كاين الزميته مرحبا بهم على اتحاد الشوفان مرحبا بنا عندك تعاوني يا سي عليهم واللي بغى يجي مرحبا به راه ثمن مناسب ثمن مناسب جدا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه شكرا الله يسر لك امين امين خذوا المنتوجات شجعوا الناس شجعوا معنا مع التعاونيات حتى هما راه كيتعاونوا مع التمر عندهم ناس بحالة مزريه كيخدموهم باش كيخلصوهم من هذا الشيء دابا حاولوا معاهم عيالات اراميل كيعيشوا منه يتامى كيعيشوا منه اراميل كيعيشوا امهات عازبات هذا الشيء راه ماشي كياكلوا هاد الناس بوحدهم راه عندهم وراهم ناس كيخدموا معاهم حتى هما دايرين معاهم الجميل ودايرين معاهم الخير يعني راه الا جيتوا تقديتوا راه غادي تساهموا في تعاونوا أسر أما حسن تخدم ولا تمشي تمشي أما حسن تخدم ولا تمشي برافو على هاد الكلمة هادي اللي قالتها أخت فاتحة أي شتو أي معرض جا راه هادوك الناس اللي كيقدموا هادوك المنتوجات محتاجين محتاجين راهم مخدمين معاهم وراهم ناس والله وكاينين واحد الحالات صحراوية مدعمينهم وعاطينهم هاد المنتوجات باش يترزقوا منهم الله ومساكن جايبين الشواكش والكراطن ومحملين من الصحراء جايين على اساس يبيعوا لعيالات اراميل في هذيك النواحي باش الكحول والنيله والعطر والاعشاب مصوبينهم في الحباب وهذاك انتم غنمشيو عندهم في الاروقه وغادي تشوفوا يعني هاد المنتوج راه وراه ناس عايشين منه عائلات وشكرا شكرا خديجة أم البنات والوريدات ديالها ماذا مرحبا أيوة. مصممات أزياء
في الصناعه التقليديه ايه؟ قولي لي المنتوجات ديالك البرنوصي. عندي في البرنوصي اييه اييه كما كتشوفي دابا هذه اللي بالسلان كلها باليد هذه تبارك الله. شوف سميتها الخياطه سلان سلان حيت كتسير الخيط سلان كتسير الخيط وراه الخدمه فيها صعيبه هذه. شوفوا تبارك الله الخدمه هماويه تبارك الله ما شاء الله. شوف كريب دو سوا ايوه تبارك الله ما شاء الله. لا جيل بس عندك الله يعطيك الصحه وباثمنه مناسب. هاد الدريه حاط الرواق. شوفوا الشابه كي دايره مصممه تبارك الله ما شاء الله عليك الله يسر لك ما شاء الله. انت ديما كتشاركي في المعارض ياك هاد الناس هاد الارواق كتشوفي كيفاش تعرفوا هاد الغرفه ديال الصناعه التقليديه راه حتى هي كتعاطف مع الناس الحرفيين راه ما كيخلصوا تاليا كيعطيوهم مجانيه كيوفروا لهم الحمايه المنتوج ديالك توفروا لهم الحمايه والنقاء والاناره وكل شيء يعني الغرفه راه قايمه بالواجب ديالها وكنشكروا الناس اللي كيشرفوا في الغرفه الناس المسؤولين اللي قايمين بالواجب ديالهم على احسن ما يرى. كنشكروا الرئيسه جليلة جليلة مرسي راه السيدة قايمة بالواجب. شكرا الأستاذة جليلة شكرا. نطلبوا لكم كل شيء إن شاء الله يا ربي ما يسالي المعرض تتبيعوا كل شيء إن شاء الله. هذا ديال وكنتمنوا الناس يعرفوا هذا المعرض بانه راه كاين في اقامه الفردوس راه قريب راه حي المطار خاصنا حي المطار دايرين الاشهار ديالو حتى المدخل ديالو. شحال هذا الكيمونو؟ هادو دايرين لهم 7000 ريال الثمن مناسب هادو راه تلبس مع الرومي تلبس للحضور تكوني لابسه بحال هكا الرومي وتلبسيه وتمشي به للحضور راه زوين تفرجي به الزنقه طاف في اللوينات 350 درهم ثمن زوين وديال خياط المعلم هذه اييه المعلم كتخفي شي زوين تبارك الله. كاين كنادر جميل تبارك الله جات واعره زوينه وداك الشيء الزين تبارك الله ديال واش تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله راه رجاليين هادو شحال عندهم الحق ديالهم هذا 500 درهم هذه شوف هذه الفلوس ديالها زوينين كاين نوار اييه زوينين تبارك الله هذه تاهي رجاليه تبارك الله شوف زواقه اللي مختلفه اخوانا حتى الحنايه كاينه في هذا المعرض اللي بغات تجيب بنياتها ولا وليداتها يحني ومرحبا بهم والف مبروك وراه السيده كتعاطف مع الناس يعني حتى الحنايه راه فيها خديجه كاينه تبارك الله اييه حيت صندالتك اتاي يا لالا اتاي بلاتي 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 نكب لك بلاتي زعجي جي لوريدا العزاز الغالي مرحبا بكم عندنا هذا المحل ديال الصناعه التقليديه ديال الزربيه التقليديه داكشي ديال زمان شحال نقول لكم هاشي المعرض غتشوفوا وها هو الكويز اتاي انا غنقدم لكم السي وليد كيديروا الصوفه معاها وكيديروا عليها الماء كيديروا يخلطوا فيها
باش كتدار اللون؟ كدار اللون. ومرحبا بكم عند سي وليد والمدام ديالو. من العيون تحياتنا للصحراء المغربية. الصحراء المغربية الله يخليك نسيت الله يرحم الحسن الثاني. امين. تحية للعيون. وجاو مساكين تا هما يبنوا المنتوج ديالهم طايحين وما يبانش الخيرات وساهموا كيساهموا تا هما هذا الملحف الملاحف الملاحف ها هما صحبة. شحال البنتي هادو؟ هذيك 110. واجي قدمي لي المنتوج ديالك. مرحبا بيا بالوريدات ديالي. مرحبا بكم عندنا في مدينه الدار البيضاء. جينا من العيون كنقدم لكم هذا المنتوج ديالنا الصحراوي. عندنا شي من الطاقه، عندنا من الملاحف، المنتوجات كاع كاينه. تاي كاين بحال هذا الملحف. شحال هذا؟ 100. كيبقى 100 درهم. شحال فيه من لتر؟ فيه 4 متر ونص. اييه هذا هو اللي خاصنا بزاف. هذاك 120. هذا جات صحراوي. هذه واحد السيده كجات المنتوج الصحراوي فيها العشوب. هاي العشوب، هاي شوفوا هاد الناس منين جايين. العشوب جايين من مدينه العيون. ياك انت من العيون؟ ماقه فوق ماقه ماقه فوق الميم. شكرا. هذا عطر كتبيعوه؟ ها هو عطر جميل. هذا البخور؟ ها هو. والصحراء دائما مغربية. يعيش سيدنا يعيش سيدنا الصحراء المغربية. الصحراء هما مشاركين حتى هما في هادشي ديال الغرفات الصناعة التقليدية. يعني حنا كان نداء للأمهات وللنساء اللي يتحركوا، اللي عندها شي صنعه تبين تشمر على دراها وتخاطر. راه الدوله كتساعد هاد الناس. راه كاينين تعاونيات، كاينين جمعيات، كاينين كلشي. جيو تقدروا ساعدوا الناس. شوفوا هادو جايين من العيون، كل واحد منين عندنا جاي. يعني علاش جايين على هاد المنتوج؟ باش يتشاف وباش الناس تقدم من عندهم باش يتعرفوا. حيت هاد المنتوج راه ماشي جايباه هاد السيده. لا لا راه هي ديال التعاونيه، هي ديال الناس خدامين معاها. عيالات كبار بحاجه للدواء، ناس عندهم يتامه. المهم المراه باغا تعطي، باغا تعطي. المراه المغربيه، تحيه المراه المغربيه فين ما كانت. حنا شوف كنشجعوا هاد الناس. وعرفتي انا كنفتخر بالمراه اللي تكون لنا ولاتي. ولاتي تخدم بداعة وتجيبها من فرنسا تجيب لباسها. راه عندهم تبارك الله كلشي بلدي، كلشي بلدي، كلشي تقليدي. هادشي هذا راه الكسكسو، هذا الكسكسو. كلشي هادشي راكم عارفين التعاونيات شنو كيديروا وكيعاونوا المرأة المغربية. وجايين من الصحراء المغربية من العيون تبارك الله. هي وبنيتها هزة تقول مسكينة وجاية. العشوب ديال اتاي هذا باش كيديروا اتاي. العنبر شنو هذا؟ العلك. العلك العلك الصحراوي. العلك الصحراوي كيتشرب في العلك. لا 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 لا. وفين بخروا الناس مساكنه؟ مرا بخروا. انا خديت من عندها هذا العلك الصحراوي. هذا ديروه، هذا غادي نخليه تندير لهم عليه فيديو، ندير لكم عليه فيديو بوحدو باش تستافدوا منه. يلا ديال هذا العام. ديرها مع ضامي كتغلط. صحاب الريجيم. ايوا صحاب الريجيم. هي مزيان. شحال الثمن ديال هذه؟ 60 درهم. 60 درهم مزيانه واخا تبان. ها انت ها انت ولدي. زوينه. 60 درهم فيها مسكين. ايوا هذه شنو هي؟ الدرهم فرشه. حتى هي حسوه اللي بغا يديرها حسوه. هي مسكين ديالها. هذه قدم لي من المنتوجات ديالي. قدم لي سميتو الشعير. الشعير هذا الروز.
الروز بالقشره ديالو. الروز بالقشره ديالو تيطيب هاك. هذه الزميته المغربيه. الزميته المغربيه فيها بزاف ديال العشوب الجنوبيه. مابقاش هذه ديالنا حنا الحريزيه. الحريزيه مرحبا. الحريز ديال الحريز ديال الدار البيضاء. هذا الشوفان. هذه الشوفان. هذه بالبوله. بالبوله. هذا الشعير. هذه الدرا. بالباز. بالبوله هذاك سميتها بندق. لا شنو هذا؟ تشيشه. تشيشه رقيقه. هذا شنو هو؟ شي كسكسو معش. كسكسو ديال الفوق. ايوه مرحبا. ديال صحاب فقره الدم. فقره الدم. ايوه وكاينين كاينين هادو قطعت هادوك شحال؟ دو البيتزا هادو كبار كاينين 40 درهم والصغار منهم 35 درهم. 35 هادي ديال الحسوه هادي فيها الحشو الحشوه. الحشوه محسوه ايه. صوري هاديك باش تحطيها. مرحبا بكم. وهادي وهادي القمح المفسخ. القمح المفسخ. حيد لي تا هو القشره ديالو. القشره ديالو ايه اودي. وعندنا هنايا هذا المطبخ حنايا كاينين في برشيد. برشيد تحية للناس في الاقليم ديالنا. برشيد هو سامو في معريض ديال الفردوس. الفردوس اللي الفردوس مجموعة السكن ديال الفردوس اللي كاينة قدام كافور عمالة الحي الحسني. عمالة الحي الحسني شارع أم الرابع. وهادو ديال هادو ما كاينينش هادو حاطينهم يلاه غنجيبهم. ما كاينينش. العشوب ديال اتاي راهم. العشوب ديال اتاي زوينين هادو كنا نشوفو. شحال دايرين هاد العشوب اولدي؟ دايرين 300 درهم هاد الريحة. 15 درهم. ومرحبا بكم. كلشي نقي كلشي مغربي. اي كلشي كلشي داكشي غير من القرعه. غير من القرعه تعاوني. مرحبا بكم. من القرعه للبرد. مرحبا بكم اللي بغى يجي يتقدى سارعوا راه العرض محدود. جيو سارعوا جيو لهاد المنتوجات تبارك الله الصناعه التقليديه. داكشي عندهم زوين وغادي يسالي باقي شي 6 ايام ياك. نهار الحد. الحد. شوف بالي قبل ما يسالي واجي تشوفوا المنتوجات. الناس جايين من الصحراء جايين من سطات جايين من برشيد جايين من العيون جايين من قنيطره من جميع المدن. مرحبا بكم. نظمات الغرفه ديال الصناعه التقليديه. التقليديه.